أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات يا طيور طيري خبر وسعي أمري على قبر النبي وبجيه ونعيه أمري على قبر القضاة والصيح ضلعي كسر الضلع عد عاب استشعار طفل يقل ليش أحمد المختار سكتي ابجاه يا زهراء يهديني ويهدي لي مرمي على الغبرة يا زهرة ما ليتش يا زهراء اليوم تنظرين ابنش يا زهراء اليوم ليتش تنظرين ليتش نظرتي للعزيز مهجة تحشى للعزيز ومهجة تحشى قومي يا زهرة ضللي لليوم بردة وليتش نظرت بالسماء طجت يتامى محهم علي يدين اخوة مصيبتا ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم نحمد الله وإياكم أن بلغنا هذا العام ونسأله أن يوفقنا لإحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين لتكون المحطة التي نتزود منها بالوقود في هذا العام في مطلع هذا العام كما في الأعوام السابقة ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على محبة الحسين وولاية الحسين والسائرين في خطه وشمل الله وإياكم في زمرة الحسين وفي زمرة جده صلى الله عليه وآله نتحدث في هذه الليلة حول علاقة الحسين أو علاقة سورة الفجر بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ورد في الحديث عن الإمام
الصادق عليه السلام قال: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين، فمن قرأها كان مع الحسين يوم القيامة في درجته في الجنة. فهذه سورة الحسين، فما علاقة سورة الفجر بالحسين عليه السلام؟ نتحدث حول ثلاث نقاط. النقطة الأولى وجه الارتباط بين سورة الفجر وبين الحسين عليه السلام، والنقطة الثانية لماذا عبر عن الحسين عليه السلام بالنفس المطمئنة، والنقطة الثالثة ما علاقة الحسين بالعباد. أول النقطة الأولى وجه الارتباط بين الحسين بين سورة الفجر وبين الحسين عليه السلام، هناك رأيان. الرأي الأول يقول وجه الارتباط بين سورة الفجر وبين الحسين عليه السلام هو آخر السورة. القرآن يخاطب الحسين بخطاب موجه يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالإمام الصادق عليه السلام لما يقول من اقرأ سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين، فمن قرأها كان مع الحسين يوم القيامة في درجته في الجنة. يسأله أحد أصحابه وهو أبو أسامة وهو راض من الرواة، يقول له: سيدي لما اختصت سورة الفجر بالحسين؟ فأجابه الإمام سلام الله عليه، قال: أما قرأت قوله تعالى فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إنما يعني بذلك الحسين، فالحسين هو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية. فهذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أن الوجه الذي يقول بوجه علاقة العلاقة بين سورة الفجر وبين الحسين هو أول السورة وليس آخر السورة. أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر، فما هي هذه الليالي العشر التي يقسم بها القرآن الكريم؟ هنالك اختلف المفسرون في تحديد المقصود بليالي العشر. بعضهم قال أن المقصود بليالي العشر هي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، باعتبار أن شهر رمضان كله ليالي مبارك، ولكن العشر الأواخر فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. الرأي الثاني يقول وليالي العشر المقصود بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، باعتبار أنها ليالي تنسجم مع الحج فليالي مباركة. لكن هناك رأي يذكره الفخر الرازي، طبعا هذا رأي يذكره مفسر العوام قبل مفسرين، يقول أن المقصود أن الليالي العشر التي أقسم الله بها في القرآن الكريم هي ليالي عاشوراء، العشر الأولى من شهر محرم الحرام، من الليلة الأولى إلى الليلة العاشرة. فهذه الليالي التي أقسم الله بها هي ليالي الحسين. قد يقول قائل: لماذا أقسم الله بليالي عاشوراء؟ وكيف أقسم الله بليالي عاشوراء؟ نحن نقول للوقوف على هذا التساؤل نحتاج إلى أن نقف عند ظاهرة القسم القرآني. عندما نرجع إلى القرآن الكريم أن هنالك ظاهرة واضحة وجلية وهي ظاهرة القسم القرآني.
الله عز وجل تارة يقسم بنفسه، يقسم بذاته المقدسة، يقسم بمخلوقاته، بأنبيائه. فما الغرض من هذا القسم؟ ما هو الهدف من هذا القسم؟ المفسرون يقولون الهدف من وراء القسم وبيان جلالة المقسم به. الله عز وجل لما يقسم بشيء، هذا القسم التنبيه بيان عظمة المقسم به. مثل القرآن لما يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، بعض المفسرين يقولون المراد بالعصر هنا الفترة الزمنية التي يمر بها الإنسان بعد فترة الظهر. لكن لهذا أقسم الله، لكن بعض العلماء المحققين المفسرين يقولون لما نرجع إلى ظاهرة القسم في القرآن، الله لا يقسم بشيء إلا له أهمية وله عظمة. فالعصر الفترة الزمنية التي يمر بها الإنسان ليست لها أهمية، يعني الفترة الفاصلة بين الظهر وبين المغرب هي فترة العصر، ليس لها أهمية حتى يقسم بها القرآن. إذن ما المراد بالعصر؟ أهل البيت يبينون لنا ذلك، ورد على الإمام الصادق عليه السلام قال أن المراد بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر وعصر ظهور القائم من آل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن هنا يكون القسم له أهمية وله عظمة. الإمام الصادق يقول المقصود بالعصر هي فترة ظهور صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه، وليست المراد بالعصر هي الفترة الزمنية الفاصلة بين الظهر والمغرب. هنا أيضا أقسم الله هنا بليالي العشر والفجر وليالي العشر. أنت أيها الفخر الرازي تقول ما هي ليالي العشر؟ يقول هي ليالي عاشوراء، يعني الله عز وجل أقسم بليالي عاشوراء لأهميتها وعظمتها، فلهذا أقسم الله عز وجل. إذن هذه ليالي العشر التي أقسم الله بها لها أهمية، وهي ليالي الحسين عليه السلام. ولهذا ورد في الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام يقول كان أبي أي الكاظم إذا دخل عليه محرم لا يرى ضاحكا، وكانت تغلب عليه الكآبة في وجهه حتى تمضي 10 أيام. فإذا كان يوم العاشر، لاحظ الإمام الكاظم يعلنها 10 أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم هو مصيبته وحزنه. وقد يقول قائل لماذا لا نقلصها إلى يوم واحد بدل 10 أيام، اجعلها يوم واحد يوم العاشر؟ نقول هذا ليس بيدنا، الله عز وجل هو الذي حدد وما نحن نحدد، يعني ينبئ أن هذا المقدار مقدارا عظيما ومقدارا مقدسا، فلا مجال للتقليص. القرآن قال وليال عشر وهي 10 عاشوراء. فإذا علاقة سورة الفجر بالحسين عليه السلام هي إما آخر السورة يا أيتها النفس مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وإما وجه العلاقة في أول السورة والفجر وليال
وهي العشر الأولى. لكن ما لماذا عبر عن النقطة الثانية، لماذا عبر عن الحسين بالنفس المطمئنة؟ الإمام الصادق عليه السلام لما يقول اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فمن قرأها كان مع الحسين يوم القيامة في درجته في الجنة. لماذا عبر عن الحسين عليه السلام بالنفس المطمئنة؟ يقول علماء الأخلاق النفس لها مراتب ثلاث. المرتبة الأولى هي مرتبة النفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء أسيرة للشهوات وأسيرة للملذات، وهذه أدنى مراتب الانحطاط للنفس البشرية. المرتبة الثانية هي مرتبة النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة أرقى، النفس اللوامة عندها ارتقاء أكبر من النفس الأمارة. النفس الأمارة اللوامة تلوم صاحبها إذا عصى، إذا أنت تبقى النفس تلوم صاحبها. هذه المرتبة الثانية في النفس. المرتبة الثالثة وهي أعلى مراتب النفس هي النفس المطمئنة. هذه النفس لما حصل لها الاطمئنان، لو وصلت إلى ساحة الاطمئنان، أصبحت مطمئنة بكل ما يجري عليها، ازدادت اطمئنان بأوامر الله عز وجل فتأتمر بأوامره، ازدادت اطمئنانا بنواهي الله فتنتهي عن نواهي، ازدادت بكل ما يجري عليها، تمرض ترضى بذلك، تطمئن بذلك، الله يعافيها ويشافيها ترضى بذلك، تطمئن بذلك، يمنع عنها الرزق، تكون النفس مطمئنة راضية مرضية. لكن متى يبلغ الإنسان هذه الدرجة، درجة النفس المطمئنة؟ يبلغ إذا وصل إلى درجة اليقين. ومتى درجة اليقين؟ هي درجة واحدة؟ لا، درجة اليقين درجات، ثلاث درجات. الدرجة الأولى هي درجة علم اليقين، والدرجة الثانية عين اليقين، والدرجة الثالثة حق اليقين، وهي أعلى مراتب اليقين. أوضح لك بمثال. مثلا أنت لما ترى دخانا من بعيد يكون عندك علم بوجود نار، عندك علم، لكن لما تقترب شيئا فشيئا تقطع مسافة تصل ترى الدخان يتصاعد، فيصير عندك عينا اليقين أنك ترى النار. فأولا علم، ثانيا عين، ثالثا لما تقترب منها أكثر وتصل إلى تضع يدك في النار يكون عندك ماذا؟ حق أنها نار، حق اليقين. فلنطبق ذلك على القرآن الكريم. القرآن الكريم ماذا يقول عن إبراهيم؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد. إبراهيم أي على نبينا وعليه وعليه أو عليه وعلى نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وصل إلى مرتبة علم اليقين، أراد أن يرتقي إلى درجة عين اليقين. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، القرآن يقول له أولم تؤمن،
ما عندك يقين؟ قال بلى أؤمن، ولكن أريد أن أصل إلى درجة أعلى ليطمئن قلبي. القرآن يقول ماذا؟ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ما معنى فصرهن إليك؟ يعني خذ أربعة طيور واذبحها ثم وانت فريشها وقطعها ثم اجمعها يعني بالدم، خلي تتخلط بالدم، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، يعني اجعل على جبل جزء وعلى جبل جزء وعلى جبل جزء، ثم ادعهن. الآن هي مذبوحة وميتة، كيف تأكل؟ ثم ادعهن يأتي لك و سعيا. وفعلا قام بإبراهيم بهذه العملية، ثم دعا وإذا بتلك مو طيرة، ممكن طير طاووس وديك وغراب حمامة، ودعاهم وإذا بتلك الطيور المتناثرة وإذا ترجع. فوصل إبراهيم إلى درجة بعد كان علم اليقين عينا لنقارن، تعالوا لنقارن بين الحسين وبين إبراهيم عليه السلام. الحسين ماذا يقول في دعائه وعرف الوالد عنه؟ يقول كيف يستدل عليك بما هو بما هو في وجودك مفتقر، ثم بما هو في وجود أحسن بما هو في وجوده مفتقر، ثم يقول عليه السلام متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. الحسين عليه السلام يقول أنا ما عندي واسطة، أنا علمتك وعرفتك وأيقنت. أما إبراهيم ماذا قال؟ أراد من خلال هذه الآثار أن يصل إلى درجته ويقينا. أما الحسين عليه السلام فقد تجاوز كل هذه الدرجات وقطع كل ماذا قال؟ قال متى ابتعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. فالإبراهيم قطعها مرحلة مرحلة، والحسين تجاوزها، فلهذا استحق أن يقال له يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لاحظ وصل إلى درجة اليقين. لماذا القرآن؟ ما علاقة الحسين عليه السلام بعباد الله؟ وش المقصود بالعباد؟ القرآن يخاطب الحسين، يخاطب روحا الحسين، نفس الحسين، يقول فادخلي في عبادي. ما علاقة الحسين بالعباد؟ هنالك علاقة مجانسة بين الحسين عليه السلام وبين العباد. هذه العلاقة المجانسة تؤكدها كنية الحسين بأبي عبد الله. الحسين كنى بأبي عبد الله، طبعا كان أولاد مع العلم أن أكبر أولاده هو علي أكبر، لا وأصغر أولاده هو عبد الله الرضيع. إذا لماذا قيل له بأبي عبد الله؟ هناك طبعا ثلاثة آراء. الرأي الأول يقول هذا من باب التعظيم، أنت لما تعظم أحد اتكنيه حتى وإن لم يكن له مولود، تكنيه بكنيه من باب التعظيم.
ولهذا الإمام الحسن عليه السلام كنا بأبي محمد، مع العلم أن الإمام الحسن ما عنده ولد اسمه محمد، والإمام الرضا يكنى بأبي الحسن، مع العلم أن الإمام الرضا ما عنده ولد اسمه حسن. هذا من باب التعطيل. رأي آخر يقول من باب، ودعم كذلك، من باب مبدأ الصدوري أو الإصدار. أنت لما مثلا ترى إنسان يطول ويجور تقول له هذا أبو الجور، إنسان عنده كثير أكثر من الكرم تقول له هذا أبو الكرم، إنسان مثلا يكثر في فعل الخير تقول له هذا أبو الخير، إنسان يكثر في العبودية تقول له هذا عبد الله. هذا من باب المبدأ الصدوري. دعا كذلك، لكن الرأي الأقوى كما يقول أصحاب هذا الرأي أنه العلاقة بين الحسين عليه السلام وبين العباد وعبارة عن المبدأ تطبيق الكل على أفراده ومصالحه. أنت تسمع الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمن: أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. ما معنى الأب؟ الأب معناه أساسه وأصله. لما ينقل عن فلان هذا أب يعني هو أصله وأساسه، هو الذي أوجد. فأنا وأنت أبوا هذه الأمة، يعني لولا أنا وأنت يا علي لما كانت هذه الأمة. تبليغ الرسول صلى الله عليه وآله وتضحياته والجهاد كل ذلك بفضل رسول الله وفضل علي بن أبي طالب. إذن الحسين عليه السلام لما يقال له أبو عبد الله بكنية أبي عبد الله، هذا من باب تطبيق الكل على أفراد ومصاديق. أنا يقال لي عبد الله وأنت يقال لك عبد الله، وكل من يعبد الله يقال له عبد الله. لكن هذا المصداق ما تحقق وما وصل الإنسان إلى درجة العبودية إلا بفضل الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأنه لو لم يكن الحسين لمحي الدين ومحية العبادة، لكن الحسين عليه السلام أحيا معالم الدين وأحيا معالم العبادة. فكل عبد وصل إلى درجة العبودية هو بفضل الحسين عليه السلام. فلهذا كلنا يعني كلنا أبناء الحسين وأبونا الحسين في العبودية. فلهذا أي إنسان يتلبس بكلب عبد الله بفضل الحسين عليه السلام، ما وصل ذلك إلا بفضل الحسين عليه السلام. ولهذا تجد عباد الله الحقيقيون يعرفون أبوة الحسين العبودية فيتعاملون معه تعاملا خاصا، يريدون أن لا ينسوا ذلك، لا ينسوا مقام العبودية الذي وصلوا إليه بدرجة بحق الحسين عليه السلام. فلهذا تجدهم يحيون في مثلها، يحيون هذا الموسم تخليدا للحسين ووفاء للحسين عليه السلام، قضاء لأبيهم من ناحية العبودية لله عز وجل، ووفاء لأبيهم الحسين عليه السلام. إذا ذكر الحسين وأي عين تصون دموعها صون تشامي، بكته الأنبياء وغير بدع بأن تبكي الكرام على الكرام. احنا في مثل هذه الأيام في فاتحة أبونا الحسين عليه السلام. ولهذا يقول أبو هارون المكفوف، يقول دخلت على الإمام الصادق عليه السلام
في مثل هذه الأيام. يقول: دخلت عليه فوجدته جالسا جلسة كئيب الحزين. تصور إمامك وسيدك ومولاك جعفر بن محمد جالسا في بيته واضعا رأسه بين يديه جالسا جلسة كئيب الحزين ودموعه تسيل على مصاب جده الحسين. التفت إلي قال: يا أبا هارون أنشدني في جدي الحسين. ثم وضع ستارا بيني وبين النساء. يقول: فجعلت أنشده أمرر على جدث الحسين. قال: يا أبا هارون ليس هكذا، انشدني كما تنشدون بالرقة. فرفع صوته ونادى: امرر على جدث الحسين. هنيئا لزوار الحسين. ايها الزوار هنيئا لكم، نسألكم الدعاء وانتم بجنب الحسين. امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه سكية: يا أعظم يا زلت من وطفة ساكبة روية، فإذا وصلت لقبره يا الله يا الله رزقنا الله وإياكم الوصول. يا له من مشهد. تصور قبة الحسين أمامك، فإذا وصلت لقبره فأطل به وقف مطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء ثاكلة غدا غدت لواحدها منية. يقول أبو هارون: وإذا أنا أرى دموع سيدي ومولاي تتحادر على الخدين وأسمع صرخة النساء من وراء السيت وهن ينادين: وحسينا الخيام يبكي ويجدب حسرة والمهر يمم للخيام يبدي يبكي ويجدب حسرة وكل الخي وكل النساء تفارر للمعركة يا زهرة وظل العليل بخيمته الشمر على صدره. أيوة حسينة
جت الوديعة تشوفها ولن الشمر على صدره نادت يا ظالم خله يقوم ويمرم نادت يا ظالم خله يقوم ويحمي خدره وان كان عازم تذبحه بس قيم من المقاطره يعز عليك يا مولاتي ولن الرجس يضربها يا النايمه فرها ولن الرجس يضربها يا النايمه فرها يا النايمه فرها يا النايمه يا النايمه ليش اجر الله يعظم ليش اجر يا النايمة فرا من عقب دبحة وسفه ظل مرمي فوق الغابرة قطع العدة جفنا والخيل رطت صدره تالي الاعادي هجمه سلبت وحرقت خدره وتالي الاعادي هجمت وحرقت وسلبت خدره وظلت نسوان ثقله يا النايمه فرا يا النايمه يا النايمه فرا يا النايمه فرا الله يعظم ليش أجر يا النايمة فرّا يا رايح القبر المدينة المدينة عرج على قبر الحزينة وقلها ودمعاتك هتينة يا المنظل حكاسرينة يا المنظل حكا عسرينا ومن هالخدلات مين ابنش يا زهرة دابحينا ابنش يا زهرة دابحينا يا قاصد الروضة الخضراء عرج على قبرت عرج على روضة الزهراء وقلها ودمعتك من همرة ترى ابنش ترى محزوز نحرة ابنش يا زهرة محزوز وعلي ذو العلا لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إلى دعوة أما يجيب المضطر إلى دعوة أما يجيب إلهي نسألك بحق الإسلام فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اكشف ما نزل بشعبنا فك أسرانا ومعتقلينا بحق الحسين اللهم شاف المرضى المؤمنين بحق الحسين اللهم أرجع جميع غرباء بحق الساسمة السيد علي اللهم أرجع أولادي الله شفاء مريض اللهم شافي جميع المرضى من المؤمنين لا سمعين بالدعاء من عليهم بالشفاء العاجل يا كريم ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة واهدى ثوابها إلى موتى الحاضرين ومن مات على الإيمان وإلى أرواح شهدائنا
وإلى روح السيد يوسف وإلى روح السيد ناصر وإلى روح السيد يرفع.